أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا الجديدة. بالماضي كنتم ما تقدرون تتصلون بنا لخلل، فوجدنا هاي الأرقام الجديدة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من الأرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يتواصل ويانا على رقم الواتساب. رقم الواتساب تشوفوه هو الرقم الأخير ويا الأرقام اللي بصفة إشارة واتساب. تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب برسالة مكتوبة، وأتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف النزاعات العشائرية المسلحة، وتحديدا في محافظة ديقار. يعني الانفلات الأمني وانفلات السلاح وعدم ضبط السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية مشهد معروف بالعراق، لأنه أنت عندك حكومة عاجزة وعندك قوات أمنية همها الأول والأخير هي تأمين الحاكم، أما المواطن ما لهم داعي به. نشب البارحة نزاع عشائري مسلح كبير بكل معنى الكلمة بقضاء الإصلاح بمحافظة ديقار. كان هذا النزاع لحجمه الكبير استخدمت به كافة أنواع الأسلحة، خفيفة متوسطة ثقيلة. تسبب النزاع اللي حصل بين عشيرتين آل عمر والرميض بسقوط عدد من الضحايا، احتراق عدد من المنازل. من ضمن اللي راحوا نتيجة هذا النزاع العشائري المسلح بين هالعشيرتين آل عمر والرميض، انقتل مدير شعبة استخبارات ذيقار العقيد عزيز فيصل بعد ما توجه ضمن قوة أمنية كبيرة إلى قضاء الإصلاح من أجل السيطرة على النزاع العشائري العنيف بكل معنى الكلمة. اللي ما شاف اللي صار البارحة بقضاء الإصلاح، تعال حبيبي تفرج ويانا هالنزاع. يا هذا طمر الجداني منظر ما نتمنى نشوفه بكل معنى الكلمة. هذا المنظر اللي 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 دا تشوفوه الآن واللي الناس ما صدقت تخلص من عنده، هاي المشكلة اللي العالم ما صدقت شلون تخلص من 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 كم الإطلاقات والحرائق واللي دا يصير. شو تذكركم هاي الصورة؟ أنا أقول لكم هاي الصورة تذكركم بعشرين ثلاثة 2003، بس ناقصها شغلتين، طيارات وياها هليكوبترات وصواريخ سكود موجهة والحريق أكبر والدخان يصعد يمنى ويسرى. اللي ما يعرف أنا عن شنو جاي أحكي، افتح الجوجل اكتب حرب 2003 على العراق، شوف أول مشهد راح يطلع لك صورة حمراء البغداد وهي تحترق. شنو الموضوع؟ بعدين مو على أساس عبد الأمير الشمري قال أنه النزاعات العشائرية المسلحة تعامل معاملة الإرهاب؟ لعد ليش تتعاملون ويا التظاهرات المطلبية للشباب العراقي؟ إن كانت تطلب تعيين، إن كانت تطلب تخفيف اليد العاملة، إن كانت تطلب حقوق، إن كانت تطلب رواتب رعاية اجتماعية، إن كانت تطلب قانون عفو عام، ليش تتعاملون وياها مثل ما يتم التعامل مع الإرهاب؟ وبهاي الصور تدزون فرقة يقودها عقيد ويروح هدر هذا العقيد. ليش؟ لأن النزاع كان كبير. عندنا مشاهد ثانية
طلعت باين مشاهد دخول قوات عسكرية كبيرة إلى قضاء الإصلاح من أجل فض النزاع المسلح اللي صاير بين دولتين، عفوا بين عشيرتين، بين دولة آل عمر ودولة عشيرة آل عمر وعشيرة الرمياض. تعرفون عندنا دولتين بقضاء الإصلاح، وأكو عشيرة صغيرونة اسمها الحكومة العراقية في بغداد. جودة أنا أعتذر، أكو حكومة من المفترض هي للسيطرة، بس هو هذا اللي دا يصير، دا زي قوة عسكرية. إيش صار هنا؟ صار المشهد فعليا ساعة حرب بين الطرفين، لأنه مصدر أمني قال أنه قوة من التدخل السريع دخلت إلى قضاء الإصلاح لغرض فض النزاع العشائري العنيف اللي نشب بالمحافظة، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، والقوة خاضت معارك كبيرة خلال فضها للنزاع اللي وقع بين عشيرتي آل عمر والرميض، واللي تسبب بمقتل مدير استخبارات المحافظة. تعالوا نشوف الاشتباكات المسلحة والمعارك اللي صارت بين منو منو، مو العشيرتين، لا، قوة التدخل السريع أو الرد السريع ويا العشيرتين. تعالوا نشوف. فوق البيوت يا ولد، فوق البيوت. هذا سيدي واضح. من هذا الراعي؟ ارمي ابو سمره، ايش منتظر؟ بس انتبه، هي ارمي ابو سمره. أنا مع استخدام القوة من قبل القوات الأمنية، عاشت إيدك ولازم أقوى، لأن النزاعات العشائرية المسلحة هواية عشينا عليها، وهواية نبح صوتنا وإحنا نقول كافي نزاعات عشائرية مسلحة، لأنه هي ترهب المواطنين وتقلق راحتهم وتخوفهم وتخوف النساء والأطفال، وتقتل ما تقتل من العالم بسبب السلاح اللي دا يرمي. لأن هذا السلاح من دا يروح وينشمر بالهواء، وتالي توين يروح؟ يتفلش بالهواء، يذوب، هو مو نيزك، وبحرارة الطبقات الجوية يذوب ويحترق ويروح. طلقة رصاصة. بعدين اتذكر، يعني بما انه التصريحات واهية مال حكومة، مثل ما يقول لك اسعار اللحوم الحمراء زادت لانه يذبحون 5000 خروف وفاتحة واحد من الشيوخ بليلة 15000 خروف بالفاتحة مالته لثلاث ايام، فطلعوا وقالوا احنا راح نشتري السلاح. صباح الخير، شنو تشترون؟ انتو دولة، لو انتو فعليا يعني تديرون دولة بمونوبولي، تلعبون انتو؟ ماكو دولة تقول أنا أشتري. طب فتش شوف، أكو سلاح مرخص؟ ليش مرخص؟ بشنو تحتاج السلاح؟ شنو فايدتك من السلاح؟ صايغ، صاحب صيرفة، تاجر، عندك فلوس تحتاج السلاح، عندك رخصة بي؟ أهلا وسهلا. ما عندك رخصة بي ما تشتري، حياتي شيله واطلع. بس جماعتنا ما يعرفون يديرون. بس أنا عندي سؤال بالله أريد أطرحه، بما أنه شفنا كمية الإطلاقات اللي تصير بعد النزاع اللي صار بقضاء الإصلاح، الدولة هل من الممكن أنه هي اشترت السلاح من المواطنين ورجعت باعتها لعشيرة آل عمر، عفواً الدولة آل عمر وآل الرميض؟ يعني اللي دا يصير بالعراق مو طبيعي. الناس نامت ليلتها قلقة، قعدوا الصبح وثقوا لنا المواطنين هاي الفيديوهات، وهذا واحد بعدهن الصبح اليوم وصلت عشرات الآليات العسكرية جاية إلى محافظة ذي قار حتى يفرضون الأمن وراء النزاع المسلح اللي صار البارحة، وفرضت شرطة ذي قار طوق أمني وحظر للتجوال على قضاء الإصلاح، وأعلنت الشرطة أنه هي ألقت القبض على 75 متهم. تعالوا نشوف.
اكو سؤال ينطرح بهذا الفيديو، انا بس اريد اسال القياده العامه للقوات المسلحه ورئاسه اركان الجيش، ما عندكم اليات عسكريه لنقل المعدات العسكريه والاليات مالتكم؟ التريلات مدنيه؟ شلون شنو الموضوع؟ لعد الصرف اللي تصرفوه على الجيش وين ده يروح؟ فعليا بس جاوبوني على هالجواب. السؤال اللي ينطرح الثاني، بما انه عندنا نزاع عشائري مسلح كبير بين دولة الرميض ودولة آل عمر، اعتذر والله عشيرة الرميض وآل عمر. انا خايف لا يطلع لنا محمد الشيعة السوداني ويقول لك حتى ما يصير هدر لدماء المواطنين نروح ندخل مفاوضات ويا عشيرة آل رميض وعشيرة آل عمر ويسوون خيمة ويقعدون يتفاوضون ويطينا ويطيكم ما اعرف شنو، ويطلعوا لنا العشيرتين وباشر عقب بعدهم وزير دفاع ووزير خارجية ومفاوضات وودي وجيب وتعال واطلع وروح وانزل على شغلة. بس أنا أرد أسأل سؤال، اللي صار البارحة بذي قارب قضاء الإصلاح ليش بس واحد يفهمنا ويقول إن هذا الضرب وراح وإجى وعشرات مصابين وانقتلوا بهم هواية ناس من ضمنهم مدير استخبارات ذي قار العقيد عزيز العقيد عزيز، شنو الموضوع؟ ليش؟ شنو اللي صاير؟ بعدين يعني السؤال اللي ينطرح أكثر، ليش صايرة الدقة العشائرية أو النزاع العشائري أول خطوة بالعراق؟ يعني ليش ماكو إصلاح ذات البين؟ ليش ماكو جماعة يرعون؟ أكو خلل، أكو مشكلة مثلا، شما كانت المشكلة؟ جماعة يرعون من دولة على دولة يقعدون يسولفون يحلون الموضوع بالحكي بالهداوة بالأخوة بالمصاهرة بالبلد، أخوة الدم، أخوة الجنس، أخوة الجنسية، أخوة اللسان، أخوة الدين. ليش اللي العراق اليوم صاير شيل سلاحك ورمي وطز بالبقية، شايل سلاح الناس تخافك تقتل بكيفك لأنه عميدك سلاح وعندك حكومة تخاف تسوي لك أي شغلة. حوراء، عمي والله جاي تعتقلون عشوائي والناس أبرياء وعايفين الأصل، بس شو نسوي إذا هي الحكومة ويا الظلام للأسف الشديد. راضي كاظم يقول مدير استخبارات لم يستطع أن يحمي نفسه، شلون بالمواطن العادي؟ جابر العتلي يقول بعض عشائر خرجت عن كل تقاليد العشائر وتخالف وتحاول أن تفرض نفسها على الدولة وتتحدى رجال الأمن وتعتدي على القوات الأمنية بغطاء من بعض الفصائل المسلحة. كرار الركابي، الدولة تواجه الغلط بالغلط، على هذا الرمي العشوائي راح تروح هواية ضحايا وأبرياء، ليس هكذا مواجهة المجرمين عند تحصنهم بين الأهالي يا دولتنا الكريمة. لكن السؤال اللي ينطرح، هل هي فعلا دولة؟ هل حكومة الإطار التنسيقي ومن سبقها من حكومات احتلال حكومة العراق من 2003 إلى اليوم نستطيع أن نقول دولة؟ منصب رئيس الوزراء يقال عنه دولة رئيس الوزراء، هل يقدر المواطن العراقي أن يسمي محمد الشياع دولة؟ من الممكن أن تسميه ذيل الدولة، من الممكن أن تسميه تابع الدولة، من الممكن أن تسميه الخرخاشة اللي تخليها بيد ابنك وهو صغير بالكاروك. ما يتعدى شغلها هاي غير بس أنه تسمع صوت ابنك حتى ما يبكي، فعليا هو خرخاشة، لأنه اللي دا يصير بالعراق يبكي وبس تسمع أصوات، أما فعل ماكو. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفر، تحياتي لقناة الرافدين وتحياتي جميع المشاهدين الكرام. أستاذ أفر، إحنا النزاعات العشائرية اللي من 2003 لحد الآن، هاي النزاعات العشائرية تكونت عندنا كثير أحزاب بالعراق من 2003 ولحد الآن. الأحزاب اللي عندنا بالعراق هم لولا العشائر اللي موجودة عندنا بالمحافظات الجنوبية وبالوسط لما اقتوت هاي الأحزاب ولما يعني صار عندها نفوذ قوي بوجود هاي العشائر. نعم. اليوم عندنا العشائر اللي موجودة عندنا بالبصرة أو بالناصرية، اكو وراها قياديين، اكو وراها زعماء ميليشيات،
والا السبب ليش من يكون يعني هاي الطلقات والاسلحه الثقيله والخفيفه من لما يكون الاستخبارات ومديريه الامن وكل الاجهزه الامنيه احترامات لهم يعني هذول يعني واقفين بس يتفرجون ليش؟ لانه ما عندهم القوه لانه مثل ما تفضلت احنا دوله ما عندنا عندنا سلطه احزاب وعندنا قوه هاي القوه تاتي من العشائر يعني من العشائر من تكون بها احزاب تكون قويه ليش تكون قويه على مود تقدر تسيطر على العشيره الضعيفه اللي ما عندها حزب فيبين يعني هنا يعني الحديث بكل المناطق لانه هاي طيب ابو عمر أحزاب. السؤال اللي ينطرح هنا ليش النزاعات لا. العشائريه محصوره في مكان معين من العراق او في جغرافيا معينه من العراق او في خارطه معينه ما اريد احكي بطائفيه لكن السؤال اللي ينطرح أكيد. الشمال ما بيه نزاعات عشائريه الغربيه لا. ما بيها نزاعات عشائريه وبغداد بيها نزاعات عشائريه بمناطق معينه مدينه الصدر الشعب غيرها من المناطق اما باقي المناطق ما تسمع اكو نزاع ليش كلامك صحيح استاذ منطقي استاذ لان عندنا العشائر اللي موجوده سلطه الاحزاب واحتراماتنا لاخواننا الشيعه واحتراماتنا الناس الطيبين اللي كلهم من ابناء هاي الطبقه يعني موجوده بالناصريه بكربلاء بالنجف بغداد كل هاي المناطق يسكنوها سلطه الاحزاب نعم. احنا احزاب مناطق الغربيه ومناطق موصل ما موجوده يقولون بس بأن أكو دواعش هذه العملية لو صارت حفت في سامراء أو حفت في الدجيل أو حفت في هاي المناطق اللي هم قريبة عنهم لقالوا داعش وصل وداعش لكان طب ولا صارت أنه دولة صدق قوية تلقى مكافحة قوات الشغب وكل يعني هاي صدق القوات اللي تروح المنطقة اللي بيها محترمات الإخوان والناس أهلنا إذا كان بالغربية يعني فتنك يكون يعني رد قوي لهم وإقالات تصير وحاسبة بس للأسف يعني هذا يبين بأنه هم الناس من عندهم ناس من تمين لهم فنلاحظ قوة يعني قوة الدولة محمد الشيع السوداني وكافة صنوف قوات الأمنية ما تقدر تتحرك ليش نعطيهم الصلاحية نعطيهم شكرا يعني شكرا لك أبو عمر وأعتذر منك محمود من الموصل حياك الله يا محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عشائر نعم مدفوعة يسيطرون بأول بالأول يريد يسيطرون عندنا احنا السيطرة علينا هنا الميليشيات نعم شو تريد هنا ما تقدر تسوي هسه تروح على المركز يقول لك ممنوع تروح على المركز احنا أقدم سلطة كفيلك الله نعم يقول لك لا تروح احنا أقدم سلطة هنا شعب العراق الحاكمتنا الحاكمينكم احنا ايران نعم محمد الشيعة السوداني الرجال بالتوقيع مخوينه نعم والله كفيلك الله ما ادري تروح تشتكي على واحد جوك بالليل يقول لك ليش تروح تشتكي على فلان على عصايب قوات بدر قابل مراكز هنا ما حد المركز هنا ما ظل دور عندنا كبيرك على القرب اللي دار استاذ عبد ما ظلوا اي دار عندنا هنا عندنا الدور تحت تلعب العصايب قوات بدر النجباه هذول اللي ياخذون اخذوا اراضينا اخذوا قيعاننا اخذوا املاكنا اخذوا اصخامنا احنا هنا شلون الذبائح بتحط السكينه على الذبيحه كمثل الواني ممنون وشكرا لكم شكرا لك اخ محمود نروح إلى فساد مشاريع الإعمار والصيانة بالعراق اللي تشرف عليها شركات تتبع إلى أحزاب ومتنفذين وبدون رقابة ومحاسبة حكومية ليش؟ لأن ماكو حكومة حتى تراقب هي الحكومة إرادها مراقب المهم اشتكوا أهالي منطقة البراضعية بمحافظة البصرة من سوء الخدمات بمنطقتهم إضافة إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية من قبل الشركات المنفذة أو المستلمة لخدمات المنطقة تعالوا نسمع يعني كل المنطقة البصرة كلها عدلها مثل القبلة مثل ياسين خيبو كل المكانات عدلها ليش هالبراضعية يعني عايشة شبعنا فندق الفندق مال خليجي عدنا بس خليجي الخليجي شمس بادي من عدنا عليكم مناشد المحافظ أسعد العيداني السواق المدرسة ما يقفون المنطقة لأن كلها طين يعني ما نقدر نقبل غير نروح للمدرسة ما نقدر أنا ناشد أسعد العيداني بلغ الشارع
منطقة الرابعية معاناتها ما تنتهي من سنة 2014 لغاية الآن، والمعاناة تحت أنظار السيد رئيس مجلس محافظة والسيد محافظ البصرة. ما أعرف منطقة الرابعية ما موجودة بجدول أعمالكم، هسه طلعت كوثران وطوها لبراج الإمارة، وأكو كتاب ويقول الكتاب أكو مشروع أيضا انضاف للسنة 2022، واليوم مثل ما تشوفون الأهالي والعوائل طالعة يقولون عمي إحنا عراقيين، عمي إحنا بصريين، عمي إحنا محسوبين عليكم كحكومة محلية. هي مو فهموننا، الناس ملت، حصر عليها تطلع للمدارس، حصر عليهم تاكسي يدخل، أزيد من 150 بيت ما واصل لهم خدمات، حافرين نقار من تبطل يجيبون صاروخيات يسحبون بيوتهم للمجاري. لاحظت واحد يصور القوات الأمنية واقفة موجودة، بصمتها موجودة، ينتظرون خوفا إذا واحد يطلع يهوس ويقول أنا أريد خدمات، رأسا يضربوه ويقتلوه. بس نزاع عشاري مسلح يصير بديقار، ورا ما تطق السالفة، ورا ما تصير إصابات، يلا يبدون يهلون شوية شوية وعليك يفهم، ويقول لك مدى نقدر السيطر. نزاع عشاري مسلح عنيف بين عشيرتين، مدى نقدر لهم، مو بيدينا، بالبصرة همينا. مشروع ماء القرنة اللي يبدو أنه مشاكله ما تنتهي حسب كلام الأهالي، وثقلنا أو وثقلنا أحد أهالي منطقة القرنة أنبوب نقل مياه الإسالة ممتد إلى منطقتهم، وبين لنا الشغل الترقيعي، شغل الترقيع اللي دا يصير به، إضافة إلى وجود الكثير من الكسور بأنابيب نقل المياه. ويقول أهالي المنطقة يعانون من مياه الإسالة اللي بعدها تجيهم ملوثة ممزوجة بمياه المجاري أجلكم الله. تعالوا نشوف جديد شركة جدار السامت، هذا راح يصير جو هذا الشارع طريق يا حسين. هذا يصير جوا شارع طريق يا حسين، هذا الانبوب كله كسور، تصليح كله كلاوات، وهاي المنطقة الماي مالها كلش خايس وأسد. شوف الأنقاض شارينها، شوف المنهولة بيش يغطونها. هذا الحال بالبصرة، نبقى بالقرنة. القرنة بمحافظة البصرة شوفناكم مشروع مي الإسالة. زين، بما أنه حكينا عن مي الإسالة تعالوا نحكي عن المجاري شوية. مجاري القرنة اللي تم صرف عليها سابقا 400 مليار دينار عراقي، الحال بها اللي راح تشوفوه بالفيديو ورا شوية. أثناء شبك الأنابيب ببعضها البعض استخدموا طرق بدائية جدا ومثيرة للسخرية، هذا اللي أثار سخرية المواطن اللي وثقلنا هذا الفيديو، من طريقة ربط الأنابيب وقال أنه يستخدمون أفضل التقنيات الحديثة نظرا للمبالغ الكبيرة المرصودة إلى المشروع. لكن واقع الحال هذا، قل لي تشاكوتشي اللي جاي تستخدم الخشبة هاي اللي منقعة ودا تتفلش على البوري، أنتجتها شركة يابانية لربط أنابيب المجاري مثلا لشركة ألمانية؟ قل لي بلا زحمة شغل مادتك هذا متأكد من عنده؟ زين هذا الضرب على هذا البوري ما فطرة مثلا؟ زين بلا زحمة ماكو مواد وآليات لربط الأنابيب ببعضها البعض؟ زين ما عندكم تناكر وصهاريج
نضح لسحب مياه المجاري حتى تقدرون تشتغلون. اجي اعلمك حبيبي شلون تشتغل بمي المجاري نازل وتشتغل وتقول له المي قاعد يطلع وينضح. ما اعرف شلون تشتغلون انتم، والله العظيم ما اعرف. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع وقالت، اول تعليق موجود يانا من سيف صلاح، اي مشروع ما يصير به فحص جوده حقيقي وليس على ورق يصير فساد. وسام العراقي، نفس الحاله في كل المناطق بسبب عدم وجود مراقبه ومحاسبه للمقصرين. يوسف الطائي، يجب ان يحاسب كل مسؤول عن هذا المشروع وحساب شديد لانه هدر بالمال العام. اليس هذا بلدكم؟ اتقوا الله، يكفي سرقات. والكاسر يقول بارك الله فيكم، هكذا مشاريع في اغلب المناطق والسبب عدم وجود مراقبه ومحاسبه للمقصر. فعليا صحيح، الشركات تشتغل على كيفها، ماكو محاسبه وماكو اي شيء. ابو علي من البصره حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ الغالي، بالنسبه للمشاريع اللي موجوده محافظه البصره، عندنا فقط هي شركه النرجس اللي جاي تشتغل بشغل يعني بذمه وضمير. اما باقي الشركات اللي هي يعني عندنا شركات هواي يعني ما يشتغلون شغل صحيح. نعم. يعني عندنا شارع، اتوقع شارع يربط من ساحل سعد الى قضاء الفو، يعني مسافه ما بيها حتى يمكن 15 او 20 كيلو متر، سنتين يلا كملوه، واللي هي شركه سهل العراق. نعم. يعني سايدين، شارع سايدين سنتين دمروا العالم دمار شامل. بي وطوها مشاريع ايضا سهيل جاي تشتغل. مو يعني ابو علاوي لازم نعذرهم، تعرف ما عندنا اليه لاستيراد الاسفلت اللي هو الجير، فكانوا العمال مال البلديه ماخذين عرباينهم وماشيين الى دوله اوروبيه وجابوا الجير دافعيه بالعرباين، فاخذوا وقت على ما وصلوا. بالنسبه شركه سهل العراق كل عمالها ايرانيين، ما بيهم عامل عراقي. صلوات. والشاب العراقي عاطل عن العمل وما يلقى شغل. زين. نعم، والشاب العراقي قاعد يبيع كلينس بالتقاطعات وقاعد يقدم التقاطعات. نعم. زين. بالنسبة لشركة النرجس كل آلياتها حديثة. نعم. اللي هي بيوم بسنة واحدة استلم 5 مشاريع. استلم القبلة كملها. استلم شارع، عندنا شارع يسمونه شارع القائد ودور الشرطة مدينة الحيانية كملها. استلم الزبير وجاي يشتغل بالزبير. لا زال. طيب. جاي يشتغل ابو علاوي، ابو علاوي، اذا اكو شركه مثل هاي الشركه بدها تنفذ مشاريع مثل ما انت تقول ومشاريع ناجحه، نعم احنا لازم نكون وياها. نعم. ولازم نحث الشركات ان يكونون مثلها. فنتمنى عليك يا ابو علاوي، اكو بالشريط الجو الشريط الابيض اكو نافذه اسمها. نعم. انت ترى نتمنى تصور لنا هاي المشاريع اللي نفذتها شركة النرجس مثل ما قلت، إن شاء الله. حتى نشوف الناس ونقول لهم يابا مع كل الفساد اللي موجود بالعراق، إذا فعليا تعالوا شوفوا هذا الشغل اللي دا يصير بالعراق. شكرا. شكرا. نعم. شركة النرجس يعطونها مشاريع محددة بسبب المحاصصة. نعم. المحاصصة الحزبية. نعم. عندنا شركة موجودة ما بدي أقول اسمها، تابعة إلى رئيس مجلس محافظة السابق. يعني أنت قلت شركتين على هاي وقفت وقالت ما أقول اسمها. تمام. لا، شركة ما بدي أقول اسمها ماخذة مشاريع جاي تشتغل، لكن متلكية بمشروعها. نعم. نعم نعم نعم. شركة متلكية بعملها. نعم. وبالنسبة للبصرة، البصرة هي الجبل الذي يحمل الذهب ويأكل العقوق. نعم. شكرا. شكرا لك ابو علاوي. نروح الى فساد اللي دا يصير بالمشاريع الاخرى من تلكؤ، مثلا بعيدا عن المليارات اللي تهدر على مشاريع متلكئه الى مشاريع اخرى لهدر المال العام. قضاء شطرة بمحافظه ديقار، مواطن ينتقد قيام وزاره العمل ببناء سوق مكون من 90 محل تجاري بطريقه وبمواد مخالفه لشروط السلامه والبلديه. هذا اللي خلى بلدية الشطرة ترفض استلام هذا السوق والمحلات، وبقت فارغة دون استخدام لحد هاي اللحظة. ويتساءل المواطن، وين مصير الملايين اللي انصرفت على هالمحلات؟ ومنو راح يحاسب المقصرين؟ تعالوا نشوف. هسه واحد يدق على راسه هم قليل. يا وزارة العمل، يلي نفذتوا هاي المحلات اللي هن بالشطرة 90 محل. 90 محل كملاً بال2023، ولحد هذا اليوم مغلقات.
لأن سندويج أنا مخالف للقانون، لأن بكم مليار ومنو يتحمل مسؤوليتهن ونعافن لا تم الإعلان عنهن ولا قعد بهن مواطن ولا بيع ولا شراء ومليارات مشمرة بالجار. تعال تسعين محل يا وزير العمل يا لجان النزاهة يا السادة المسؤولين يا مرتضى الإبراهيمي محافظ ديقار يا أعضاء مجلس المحافظة، 90 محل بصف ملعب الشطرة يم الأطفاء لأني مغلقات مخالفات القانون. شنو في المهم؟ ليش ما ينعمل؟ ليش ما ينباع للمواطن؟ الشيء الثاني التخطيط مالتهم غلط، تخطيط غلط مخالف للقانون، استخدام مواد مخالفة. قل لي بلا زحمة، محل مستخدمين بي جيبسون بورد ساندويتش بانل، يعني إذا واحد عنده مشكلة ويا أبو محل ما يحتاج يجيب شيء ويكسر وما أعرف شنو، بإيده يضرب الحائط بوكس يفلشه ويطلع يبوق المحل ويطلع. أكو واحد يسوي مصدر رزق ساندويتش بانل. زين مشاكل الساندويتش بانل شفناها فاجعة الحمدانية، تردوها تنعاد بذيقار. أما محافظة النجف يتساءل الناشط عن أموال الدولة اللي رصدت إلى المشاريع الخدمية. يقول الناشط وين المليارات وحال شوارع المدن ومناطق النجف؟ هذا الحال المزري اللي راح تشوفوه بعد شوية. انتقل قيام بعض شركات المقاولات إذا ما أغلبها بتدمير كافة شوارع المدينة بحجة إعادة إعمارها، لكنها هي بدون إنجاز وتلكئت به لأنه بقت على حالها القديم. يقول الناشط لو بقت على حالها القديم لكان هواية أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلفكم حي المعلمين من هاي منطقة شارع المثنى حي السعد من أرقى وأجمل المناطق في مركز محافظة النجف، يعني المتر مليون ونص مليونين وأكثر المناطق التجارية. هاي معظم الشوارع العامة مالتهم من داخلها فلشوا سوالة مجاري، شوف الطسات، شوف السيارات أمامكم ما أحكي بلا زحمة، تعالوا لاي كلها فلشوا الشوارع، هي كانت تعبانة قالوا يسوون لهم مجاري عود على اساس شوف المعاناة الناس. راح يصير سنة او اكثر من سنة على هذا الوضع. شوف اكثر من سنة على هذا الوضع، هذا مفلش من هاي شوارع حي السعد شارع المثنى مفلش برا، شوف الشوارع منا حي المعلمين ومنا الحي عدن مفلش، كل الشوارع التجارية مفلشة، كل الشوارع التجارية مفلشة، وكل المشاريع الاستيلاء على أموال البلد وغيرها هي بحجة شنو؟ الاستثمار. زين شلون تجاري مفلش واستثمار عايش؟ ما حد يدري. أبو علي يقول تبذير بأموال العراقيين بدون فائدة، الناصرية فقط صرف وأرباح ما أنزل الله بها من سلطان. سيد أحمد الحوزي كل المشاريع تخرب لأن لا صيانة لا متابعة لا حساب فلوس بالشط. علي العراقي والله حرامات هاي الفلوس والشطرة باقية منكوبة، ما مرة اجى محافظ زين وكظ الناصرية من الفساد من العمل المتروك، من المسؤول عن ذني المليارات؟ والسعدي حامد يقول المحافظ والقائم مقام سبب دمار وتراجع الناصرية في ظل المليارات المرصودة. فكان هذا تعليق الناس على قضية المشاريع المتلكئة. ملفنا الرابع نحكي به قضية، هي طبينا بتلكؤ بالملف الثالث ونروح إلى تلكؤ بالملف الرابع. حكومات الأحزاب الفاسدة ومشاريع المتلكئة هواية، وثقلنا ناشطين من محافظة ديقار، بعد ديقار جقد تطلع بصوتكم، هواية من المدارس المحافظة المتلكئة الغير منجزة من سنوات، رغم عشرات بل مئات المناشدات بل آلاف المناشدات اللي طلعت لإكمال المدارس المتلكئة، لكن حال مثل ما هو من سنوات. مدرسة بمنطقة الصالحية بالناصرية بمحافظة ديقار مجرد هيكل من سنة 2012، السنة المضت رصدوا لها مبلغ كبير جديد من موازنة الأمن الغذائي حتى تنجز، حتى يفكون الضغط عن المدارس اللي تعاني من اكتظاظ الطلاب بسبب الدوام المزدوج والثنائي والثلاثي. لكن يبدو أن الأموال اللي رصدت لإكمال هاي المدرسة المتلكئة
من 2012 إذا مو قبلها انسرقت واستنزفت وبقت المدرسة بهذا الحال. تعالوا نشوف. طبعا أنا اليوم بأحد المدارس المتلكية منذ سنوات سابقا ما يقارب 13 أو 12 سنة. هاي المدرسة مكانها بالصالحية قرب معهد المعلمين. طبعا الحقيقة هاي المدرسة صورناها قبل سنتين أو ثلاثة، ما زالت هاي المدرسة عمل بها بطيء جدا. احنا اليوم يعني نريد نسأل سؤال إلى رئيس الحكومة المحلية، تحدث قال هناك زخم على المدارس وسوف يكون حل المدارس المزدوجة والمدارس اللي بيأثر من دوامات أو ثلاث دوامات. اليوم هاي المدرسة بيها نسبة إنجاز ما يقارب 80 إلى 70%. طبعا هاي التواليتات تقريبا يعني عوزها لبخ ومجرد قطع التواليت للصف الآخر. طبعا احنا اليوم نسأل سؤال للمقاول اللي موجود، المقاول كاظ أكثر من مدرسة حسب كلام الحارس، بس احنا نريد نأكد على المدارس اللي بيها نسبة إنجاز اللي هي مؤهلة للفتح. مثلا هاي المدرسة عوزها فقط هي جام وأرضية وبعض الترتيبات والتنظيفات. فرسالتنا إلى الدائرة المستفيدة اللي هي تربية ذي قار، هاي المدارس اللي تقع بمركز المدينة واللي قريبة على مركز الشرطة الصالحية وعلى المعهد المعلمين، لابد أن يكون اهتمام واضح من قبل الحكومة المحلية إذا كانت حكومة جادة بعملها حسب ما يدعي المحافظ بأنه هو جاي لخدمة الناس وليس للوعود ومجرد فيسبوك وصور. هذا الحال بالشطرة. ونروح إلى مدرسة متلكئة ثانية بالناصرية أيضاً، واحدة من المدارس اللي هي تعتبر ذات البناء الجاهز، يعني قواطع كونكريتية جاهزة يجون يصفطوها يربطوها بطريقة معينة يحطون السقف تنتهي، واللي من المفترض أنه طريقة البناء للحواجز الكونكريتية أو الصبات الكونكريتية ما تحتاج وقت حتى تكمل. هذا المدرسة اللي دشوفوها بالفيديو الجاي عبارة عن جدران كونكريتية قبل شقد، قبل 13 سنة من 2011. وصلت عدد المناشدات للأهالي القريبين من هاي المدرسة إلى المئات، اللي طالبوا بتسليط الضوء على المدارس الغير منجزة حتى ينجزوها والناس تروح تشتغل بها والطلاب يباشرون بها. علما أنه مناشدات الأهالي حول المدارس المتلكئة كانت من أول يوم لبدء العام الدراسي اللي احنا عايشين به هسه. نشرنا برنامج صوتكم عدد كبير من هاي المدارس الغير منجزة بمختلف مدن العراق، وقارب العام الدراسي على النهاية، ما بقت شهرين، لكن مسألة المدارس المتلكئة على حالها. تعالوا نشوف. طبعا موضوع المدارس المتلكئة موضوع شائك وطويل جدا، كل الحكومات السابقة ما قدرت تنهي موضوع المدارس. طبعا هاي المدرسة جاهزة، وتعرفون المدارس الجاهزة اللي تكون بها سرعة بالإنجاز ودائما تكون سريعة العمل، لكن للأسف نشوف المدارس وخصوصا من 2011 إلى الآن مدارس بقت مهمشة، مدارس ما لها أولوية بالنسبة للدولة وبالنسبة لوزارة التربية وبالنسبة لمديرية التربية ذي قار. طبعا هاي المدرسة ما نعرف مصيره شنو. احنا جدنا مناشدة من اهالي المدينة، فحبيت اسلط الاضواء على هاي المدرسة، مدرسة اللي هي طبعا لو تدخل الخدمة راح تفك هواي من دوامات مزدوجة ومدار ودوامات ثلاثية. هاي المدرسة يعني ما اقدر يعني اوصف لكم كم صف المساحة مالتها، لكن ما نعرف من الجهة أو الشركة اللي ماخذة هاي المدرسة أموالها وين راحت، نتساءل دائما. إذا هي من 2011 لهسه هي عبارة عن حواجز كونكريتية أو صبات كونكريتية لطابق واحد بس حتى بدون سقف، فتحسب 13 سنة دي يحطون حواجز كونكريتية، 10 سنوات دي يحطون السقف، هاي 23 سنة، 13 سنة لخ دي يحطون حواجز كونكريتية ما الطابق الثاني، هاي 56 سنة، 10 سنوات اللخ حتى يحطون السقف ما طابق الثاني، هاي 66 سنة، فد 20 سنة على ما يقصون الشياش، على ما يلبخون، على ما يبيضون زين، على ما يبلطون، على ما يحطون، على ما يكملون، هاي 76 سنة، فد 10 سنين اللخ على مود يحطوا لها جام وبيبان، هاي 86 سنة، فد 10 سنين اللخ يلا يطلعون قرار تعيين للخريجين العراقيين، يعني بالمئة سنة إن شاء الله ونشوف هاي المدرسة كاملة. هاي صب كونكريتي جاهز، حواجز يجون يصفطوها وخلص، أبوك الله يرحمه انتهى الموضوع.
لعد لو دا يبنون البناء القديم إيش قد يطولون؟ إذا دا يستخدمون نظام بناء العقادة إيش قد يراد لهم؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من عمار جاسم: مدرسة عكاظ مقابل جسر السريع القريب من شارع الجمعة 11 سنة قيد الإنشاء ولم تكتمل. علي جبار: والله هاي كارثة. طبعا مو بس هاي المدرسة، أكو مدارس تم بناءهن وبقا على هذه الشاكلة. الشاعر محمود الأعاجيبي: هاي المدرسة مهملة صار لها سنوات وللأسف ماكو أي متابعة من الجهات المعنية، على الرغم من نسبة الإنجاز بها تعدى النص، وبمنطقة جاي تعاني طلابها من الطريق. نتمنى إنصاف المنطقة وإكمال مدرستهم. أبو زهراء الموسوي: بارك الله بيك. ما يهتمون بالمدارس الحكومية لأن أكو بديل مدارس أهلية والقضية متعمدة. فكان هذا تعليق الناس على قضية المدارس المتلك. لاحظتوا إيش قد أكو فساد اليوم بالعراق وإيش قد أكو مشاكل؟ لاحظتوا مشاكل العراق لوين؟ بما أن هذا يحكي مشاكل، نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين تعرفون موجودة في أسفل الشاشة، الشريط الأبيض مال الأخبار اللي قاعد دا يمشي، هذا اللي دا تقرون به الأخبار. وأكو منا أنا ساعة ومنا أنا الرافدين، بنهايته أكو رقمين تليفون، هي هاي نافذة أنت ترى. أي شخص يقدر يوثق هذا الرقم يمه ويصور لنا هكذا فيديوهات تهم الرأي العام والمواطن والعراق وتخص الفساد الحكومي مثلا، تخص المواطن بشكل عام معاناتهم، يقدر ينشرها عن طريق نافذة أنت ترى بهذه الصورة، وراح نحكي عنها. منطقة الإسكان الصناعي في محافظة بابل. أرسلوا لنا عبر خدمة أنت ترى مقطع مصور يوثق الإهمال والهدر الحاصل للمال العام بالمنطقة. يقول: أعمدة الكهرباء متروكة مشمورة بالشارع صار لهن 4 سنوات على القاع حسب قول اللي يصور الفيديو، ويطالب بمحاسبة الجهة المسؤولة عن مشروع مد أعمدة الكهرباء بسبب الإهمال والفساد اللي صاير بالمشروع واللي ترك دون إنجاز. تعالوا نشوف. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا منطقة الإسكان الصناعي، هالي تيوله مشمرة بنص المي ونص الطين ونص المطر، صار لها 4 سنوات. هاي شبكة جديدة بالمناسبة، وشوف شغل الشبكات جديدة والتيوله، وشوف الصبة مالتها، هاي الصبة مالتها زين، هاي وضعية، هاي وهاي الصبة القديمة مال التيوله القديمة، الشبكة القديمة. يعني انتو يعني من تشتغلون صح تشتغلون شيء غير تشتغلون صحيح. شوف الصبة التيولة القديمة هاي اللي مزنجرة، شوف الصبة مالتها وشوف هذيك الصبة. يعني هسه واحد يعني ما اعرف، يعني ماكو مشرفين، ماكو مهندس مقيم يتابع، شوف الاسلاك اللي بالقاع مشمورة، شبكة نايمة صار 4 سنوات زين. هاي وضعي زين، راح ياكلهن زنجار والتراب والطين والمطر، واحنا علينا الناشد والله كريم. هات نايم يا نايم، تل نصبوه نصبوه، هذا الجديد شوفوا شلون واقع، حفر ووقع. ها تفضل باو، شوف هاي الصبه اللي جديده، هذا الشغل هذا بشرفكم، شبكه جديده نصبوها ما تطولها يعني شهر زمان يوقع التير بالهواء. ها تفضل، هذا مكانه. هاي مهزلة عمي، هاي مهزلة، والتيولة هاي نايمة هنا. تلاحظون العراق لأي مرحلة وصل؟ وصل إلى مرحلة كارثية من الفساد، وصل إلى مرحلة كارثية في الضحك على عقول الناس. يعني حلقة اليوم آخر ملف فساد في وزارة الكهرباء، الملف القبله فساد في وزارة التربية ووزارة الإعمار وياها، الملف اللي قبله هو فساد الحكومة أو فساد وزارة الموارد المائية وفساد البلديات وفساد وزارة التخطيط والإعمار أيضا، الملف اللي قبله هو فساد المشاريع الخدمية والشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، والقبلة فساد وزارة الزراعة ووزارة الداخل. يعني العامل المشترك في حلقات صوتكم اللي نطلع بها برنامج صوتكم هي واحدة،
كلمة مكونة من 4 حروف فساد. فالتخلص من المشاكل هو التخلص من المشترك. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى غدا نفس الموعد ومواضيع جديدة. انتظرونا، في أمان الله.